Bamboleo, bambolea. Hola. كيفكم؟ Alright. اليوم رح أحكي لكم عن كتب الترجمة للعربي لكاتبة أصلها مصري بس قامت مقيمة في بريطانيا ومتزوجة رجل بريطاني، فكتبها معظمها بالإنجليش بس تربيتها الأصلية كانت في الإسكندرية. عم بحكي لكم عن هناء فيلدينغ. الكاتبة هناء أو هانا هي بتكون حفيدة أستر فانوس، فجوجل هير. هلا رح احكي لكم شوي عن هذا الكتاب. هذا الكتاب جبته قبل كم من سنه، وهذه هاي بصراحه هاي المره الثانيه عم برجع بقراه. وصلت هون. It's very beautifully written. It's very romantic. هو من نوع الكتب اللي زي افلام ايام زمان الرومانسيه، فاذا ما بتحبوا هذا النوع من الكتب not for you. الرومانس هون عياره كثير ثقيل زي ما بنحكي، بشبه الميلودراما in a way. Okay? But it's written very well. اوكي، فهو ثلاثيه. هذا الكتاب الوحيد اللي هلا لقيته بالعربي مترجم. في الجزء الثاني اسمه ماسكريد، والجزء الثالث لسه ما جبته. هذا جبته قبل كم من شهر باخر السنه هذيك. اوكي، سو ليتس ستارت توكينج اباوت ذم. بتبلش القصه عندنا في بريطانيا. بيكون في عندنا بنت عمرها 25 سنه اسمها الكساندرا دوفال. الكساندرا دوفال بيكون ابوها اسباني وامها بريطانيه. القصة بتبلش ب 1950 بعد الأحداث الحرب اللي في إسبانيا كانت. أوكي؟ فالبلد بإسبانيا قايمة قاعدة، الوضع فيها مش مستقر. فهي بيكون عندها جذور مش بس إسبانية، جذور أندلسية. وحتى في عندهم جزء من العيلة غجر. أو هيك بيحكوا عنهم. Alright؟ فبتكون إمها هربت من إسبانيا وحست إنه هي بطبيعتها البريطانية مو قادرة تركب على حياة زوجها وأهله. وما حكت لنا الكاتبة أول جزء كتير كبير من الكتاب ليش، فما رح أخرب عليكم إذا حابين تقرأوه لأنه في منه بالعربي. Alright. ف what happens is ألكساندرا في يوم من الأيام بدق الباب، بتلاقي أبوها إجى على الباب. فبتحس يعني بتستغرب كتير ليه، لأنه هي دائما بتضلها تحس جزء في عندها مفقود. ومع إنه على فكرة هي كاتبة رومانسية بس عمرها ما وقعت في الحب، فدائما بتحس انه هي نفسها تستكشف الجزء الاسباني منها، لان هي دائما بتحس اوكي شكلها بريطاني بس مشاعرها من جوا اسبانيه. يعني بالنسبه للبريطانيه هي لحية راسها حامي، هيك احنا بننادي حدا يعني، لما يكون الجذور اكثر مختلفه عن الجذور الثانيه في عيلته. المهم بيجي ابوها بيحكي لها انه جدتك طلبت انها تشوفك، فهي انساقت ليه، لانه جدتها بتكون زي من يوم ما امها اخذتها وراحت على بريطانيا ما طلبت تشوفها، ما بدها تعرفها. فبتحس انه زي كانه يمكن جدتها بدها تموت او وات ايفر، فهي حابه تعرفها قبل ما تموت. فبعد تفكير كتير طويل بتقرر تو اكتشولي تروح على هاي الرحله. وهاي الرحله كتير خطيره لإلها. ليش؟ لانه قلت لكم وضع البلد مش مستقر. بتوصل على اسبانيا وبتروح على القطار. هناك في القطار بتقابل وحده غجريه بتقولها بدي اقرا لك اللي طالع. الغجريه هاي ولا هذا مش بهذا الجزء، في جزء في حدا بحكي لها بدي اقرا لك الطالع بس I'm not really sure anymore. المهم في وحده بتحكي لها عن هاي العيله الدوفال فاميلي، بتحكي لها زي عندهم خبايا واسرار وهيك. فهي بتنصدم انه كل الناس بيعرفوا مين اهلها، يعني انه اهلها كثير معروفين. وصف الكاتبه لاسبانيا بهذاك الاماكن اللي شوي بعيده وهيك بيسطل. وبعدين مع انه الكتاب كثير كبير بس كثير رح تخلصوه بسرعه، كثير يعني سلس. وبقدر احكي انه ترجمته 4 من 5 تقريبا او 4.5 من 5. It's really good. So go for it. Okay. المهم ألكساندرا بتوصل على المدينة هاي اللي فيها أهلها، وبتكون واقفة زي في مدن في أوروبا بتكون دائما شكلها زي دائري، في ساحة دائرية كل المحلات والكنيسة whatever حواليها، بعدين بتتفرع وبيصير البيوت وإلى آخره. فهي بتكون في هذا المكان في الساحة بعد المينا، فبتلاقي واحد لما بتشوفه بتعمل who is he. يكون كتير عندك شكل دارك واكزوتيك زي الناس اللي بتتخيلهم بقصصها. And he's attracted to her. إنه هو كمان منجذب لإلها. فهي هيك زي كده قلبها بده يصير يدق كتير بسرعة لأنها عمرها ما حست هذا الشعور قبل.
بتروح على بيت أهلها، بيجي واحد من قرايبها وبياخدهم، بياخدها يعني هي وأشياءها وإلى آخره. وبتكتشف إنه هذا الشاب actually نوعا ما بيقرب لها بطريقة أو بأخرى، وبتكتشف إنه هو كتير حياته معقدة أكثر من هيك، وما بيقدر حتى يعني يفكر يكون معها حتى لو بده. فهذا الإشي زي بيعمل السبايس الدراما في القصة، الميلو دراما، لأنه كمان النهاية غير متوقعة. يعني أوكي، it is a romantic story. It does have a happily ever after، بس مش بالطريقة اللي أنتم متوقعينها. Okay. فwhat happens is بتروح هناك وتكتشف إنه عيلتها، يعني مرت أبوها الجديدة وأختها الغير شقيقة وإلى آخره، كتير في ناس هيك زي مسوسين عندها بالعيلة، وكتير لسه في دراما، وإنه جدتها مش سيئة زي ما هي تخيلتها أو أمها حكت لها، وإنه الدراما العائلية والخبايا والأسرار والناس بيحاولوا يقصوا بعض وهيك لساتها موجودة في هاي العيلة، كله عشان الثروة والميراث، وإنه كتير ناس عندهم علاقات خفية مع بعض وبتآمروا كلهم على بعض. فهي زي إجت زي رح تكشف المستور بجيتها حتى لو هي ما بدها. من السينز أو المقاطع اللي كتير حبيتهم في القصة، المقطع لما كان في حفلة تنكرية عندهم في البيت، فهي بتروح تلبس كأميرة عربية. I loved هذا السين، تخيلت هيك إشي glamorous كتير. ف it's beautiful، بيكون masquerade ball، يعني حفلة تنكرية ومع أقنعة. ف I don't know، it's really amazing. القصة كتير بقدر أحكي عنها charming، وهيك بتحسها من عالم تاني، old school، بتحسها هيك romantic and exotic and exquisite. فإذا بتحبوا هذا النوع من الكتب you're gonna love this book. One more thing. Okay. القصة نوعا ما ذكرتني في قصة قديمة قرأتها من روايات عبير، حبيت أحكي لكم عنها. أوكي، اللي هي تحسبين الدقائق لآنا هامسون، هذا هو الكتاب. كتير ذكرتني فيها بإحساس إنه مثلا واحد لقى وحدة وهي كتير كبرية وأخذها عنده على المزرعة تبعته في إسبانيا، والحياة تبعته هي مش متعودة عليها، بعدين هي بتهرب وبرجع بياخدها هناك وإلى آخره. هيك في عندها نفس الفايب الرومانتك. So